السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض طبق مكرونة سهل وسريع. شايفين انا هنا حطيت نص كيلو مكرونة اهو مقصوصة صغيرة، وحطيت معانا 3 معالق زيت عليها. نعود اهو هنقعد نقلب فيها لحد ما تحمر. الطبق ده بيبقى سهل قوي من غير سلق المكرونه ولا اي حاجه. وفي ناس بتعملها اللي هي المبكبكه ديت كده هو من غير سلق المكرونه ومن غير تحمير المكرونه، بس ما بتنفعش، بتبقى عايزه تتاكل في ساعتها على طول، لكن لو قعد منها شويه بتكلبش كلها في بعض وبتبقى معجنه بعد كده لما بتبرد. يعني عايزه ايه الطبق يتعمل يتاكل على طول، او الكميه اللي هنعملها تتاكل على طول، لكن بالطريقه دي بتبقى كانها زي المسلوقه بالظبط. وزي المسلوق يعني اللي احنا وبنحط لها الصلصه. طبعا احنا لحد ما تحمر بقى كلها هنقعد نقلب كده اهو. ومننساش طبعا الصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هكمل بقى التقليب فيها كده هو لحد ما تحمر بيا، وفي بعض منها احمرت اهي. نقلب بقى بسرعة عشان ايه، علشان الاحمر دوت ما يتلسعش. هكمل تحميرها وهجيلكم. وهنا طبعا عملنا هنا هو طبق كبده كده هو سريع وسهل. حطينا عليه طبعا زي ما احنا عارفين شوحنا الكبده، فقلب شويه زيت وحطينا لها الثوم والفلفل، شوحناهم مع بعض وحطيت لهم معلقتين صلصه. هنا هو خلص المكرونه كده، فهي كده هو عليها احمرت اهي، وهنحط بقى عليها الصلصة. هجيب الصلصة احطها عليها. هنا هو ده اهو حطينا عليها الصلصة اهو. دي صلصة كنت انا مصلصاها في قلب الجيب يعني مجمدة، كنت انا عاملاها وطبعا زودتها مية عشان كانت تقيلة اوي. وهنستناها بقى لحد ما تغلي كده اهو، تغلوتها لان ساعتها سيبها كده. وطبعا حطينا لها التوابل وحطيت لها الملح علشان تشرب كويس في قلب المكرونه. وهنقفل عليها. ساعات بخليها كمان يعني لو انا مش مستعجله على اكلها، والطريقه دي كمان بتسويها اسرع من ان احنا لما نكمل سواها على النار. ساعات اخليها كده هو تغلي كده هو كام غلوه قبل ما تشرب الصوص بتاعها او الصلصه بتاعتها، واقوم قافله عليها واخليها بقى ايه تشرب براحتها وتستوي براحتها هي ومكتومه كده هو الغطا عليها. يعني ما بكملش سواها على النار، لا بخليها كده هو اكمل سواها على السخونيه، على السخونيه بتاعت البخار اللي طالع منها. يعني هي بتسوي نفسها بنفسها. دلوقتي بقى انا هغطي، دلوقتي هحط عليها الغطا واسيبها بقى تغلي كده هو حلو. وبعد وقبل ما تشرب الصلصه بتاعتها كلها هغطي عليها واطفي عليها واسيبها بقى تستوي براحتها. وهنا هو بحمر اهو بطاطس مع الكبده والمكرونه. المكرونه ما طفيت عليها خلاص وقربت اهو تستوي، طفيت وكتمت عليها وقربت تستوي.
شايفين اهو المكرونة اهي استوت وبقت مفلفلة ازاي على الكتمة، بس هي ما حطيناهوش على النار خالص، اللي هي غلت غلوتين وبقت اهي مفرفرة وحلوة وجميلة واستوت خالص، وطبعا طعمها حلو.